نقول بسم الله كده يا شباب. تعالوا نعمل بقى مثال عملي على الكلاس ازاي نعملها في النت بينجز. طبعا هتقول هنا في عندي بتعمل اول نيو بروجكت وتختار جافا، طبعا احنا جافا ابلكيشن، وتدي له نيكست، ومثلا تسمي اسم وتكون عارف مكانه فين، مثلا مسافر في المكان الفلاني، فهسميه مثلا ده تيست كلاس. انا سميت البروجكت بتاعي تيست كلاس. طبعا هقول له فينيش. اوتوماتيك الجافا بتعمل لك كلاس لوحدها اهي، بتعمل كلاس اسمها تيست كلاس، وتحط لك يعني طبعا ده كله، وتحط لك المين جواها، وبتقول لك اكتب الكود هنا. تمام، الكود جوه المين. طبعا ده كله كومنت ممكن تشيله، مفيش اي مشكله. ماشي يا شباب. طب انا عاوز اضيف كلاس جديده، هتعمل ايه؟ بسيطة جدا، تيجي هنا على تيست كلاس دي وتروح جاي عامل هنا كليك يمين نيو جافا كلاس. انت بتعمل جافا كلاس، تعالى نعمل بتاعة الدايرة سيركل. طبعا هبدأ بأول حرف كابيتال، ماشي، واخدها كوبي عشان هستخدمها بعد كده. أقول له فينيش، هو راح جاي عامل لك هنا إيه؟ ملف جديد اسمه إيه؟ سيركل. وهتلاقي طبعا بيحط لك كومنت، ده كله كومنت ممكن نشيله. عامل كلاس اسمها ايه؟ سيرك. نعرف جواها ايه بقى؟ اما انت هتوصف بقى ايه اللي احنا عاوزينه؟ دبل ريديوس بقى، وعاوز اعمل جواها كونستراكتور. ها اعمل كونستراكتور ازاي؟ سيركل لازم يكون اسم نفس اسم الكلاس. ممكن اعمل الديفولت، ماشي. طب خلينا الاول ما نعملش الديفولت، تعالى نعمل نحط قيمه الاول. تعالى نحط قيمه اللي هي دبل مثلا ار ريديوس. ما تحطلوش قيمه، انت بس بتعرف له انها هتستقبل قيمه من المين، وتيجي هنا تقول له ايه؟ الريديوس اللي هو ده، طبعا الريديوس بيساوي مين؟ هتلاقي حتى كمان بيلونها لك بلون، طبعا ده كوز زياده معلش. هتلاقي هنا بيقول لك ان الريدس هو شايف هو ده هو ده، مديك نفس اللون بتاعه، يعني مش محتاج تعرفه، هو بس هتبعت له انت الار، الار هيحطها فين؟ في الريدس. طب لو عاوزين نجيب الاريا، ها هنعمل ميثود جديده، هنبعت الاريا للمين، عايزين نبعت المين. يبقى الريترن الاول ايه؟ الريترن بتاعك ايه؟ دبل دبل، هسميها ايه بقى؟ جيت اريا، مش هبعت له حاجه، مش هبعت له الريدس. ليه؟ هو شايف الريديوس اصلا، بدل هو بدل جوه الكلاس شايف الريديوس. اقول له بقى بتريترن ايه بقى المفروض؟ ريديوس ريديوس في ماث دوت بي ار، ماشي. تمام كده يا شباب، انت كده عرفت الكلاس اهو، سيفت خلاص سيفت. طب احنا وصفنا ان هي جواها كده، خلي بالك انا عملت كونستراكتور ايه بس؟ ويز بارامتر، ده مش الديفولت، يعني لما اجي اعمل هناك لازم ابعت له قيمه للكونستراكتور ده، غير كده هيديك ايرور لانك انت ما عملتش الديفولت كونستراكتور. تعالى بقى في المين، تمام. بس في كوز زياده هنا مش عارف ليه كده، نشيل الكوز ده. بص يا شباب اهو، المفروض ادي بدايه المين اهو. ممكن على فكره نقفل دي كده، الحاجات دي بقى من الميزه والحاجات اللي في النت بينز. يبقى انت دلوقتي الكلاس ايه بقى؟ خلاص انت مش عاوز تعرف اللي جوه، انت عاوز محتاج ده شبه اليوم ميل دلوقتي، شبهه يعني بس مش يوم ميل يعني. طب ادي سيركل جواها ريديوس، وجواها ايه؟ جواها كونستراكتور، وجواها ايه؟ جيت اريا. تعالى بقى نعمل، ادي سيفنا كده، تعالى بقى نعمل هنا، عايزين نعمل اوبجكت. ها اعمل ايه؟ سيركل مثلا سي كده، احنا عملنا اوبجكت، عملنا ريفرنس نيو سيركل، هديني ايرور. هو دلوقتي مديك ايرور، لو وقفت عليه كده هقول لك ايه؟ احنا اعمل لك، هو بيقول لك اعمل لك كونستراكتور هناك فاضي، هو بيقول لك اعمل لك كونستراكتور هناك، هو اللي بيقترح عليك، هو بيقول لك اقترح عليك. لا اقول له لا، ده انا مش عاوز اسيبها كده خلاص. يبقى انت لازم تبعت له ايه؟ قيمه. فكده خلاص تيجي بقى، عاوزين نخرج بقى الريديوس، عاوزين نخرج قصدي الاريا سيستم، او اخرج على طول سيستم دوت اوت دوت برنت لين. ها
سي دوت بقى. بص بقى الميزه هيقول لك في حاجات ثانيه انا بنعرف بتيجي منين، بس هنا في ايه؟ في ريدياس وفي مين؟ جيت اريا. هقول له هات الجيت اريا اهو. لو جيت شغلت بقى البرنامج طبعا الريدياس انت ما اديتهوش، الريدياس هنا انت حاطه قيمه بايه؟ اهو طلع لك القيمه هنا. طب افرض انا عاوز استقبل قيمه من اليوزر، ممكن نعملها في المين هنا اهو. اعمل سكانر، تعالى نعملها، نعمل سكانر هنا اهو، وبعدين استقبل قيمه وبعدين ابعتها فين. تعالى نعملها، نعمل سكانر زي سكانر انبوت يساوي نيو سكانر، ودي لنا سيستم طبعا. هو انا مديك ايرور ليه؟ محتاج ايه فوق؟ انا وقفت هنا هيقول لك ايه؟ لازم اصل دي كلاس انت ما عملتهاش، فلازم تعمل له امبورت لها، يعني لازم تجيبها من الجافا. فبقول له اعمل لي امبورت لده، فهو راح جاي كده. يعني انا بقول له جيب لي الكلاس دي تعرفها منين عشان تفهم يعني ايه امبورت. يعني التعريف ده دي كلاس موجوده في فولدر جواه اسمه جافا دوت يوتيل جوه الجافا. طبعا عاوز استخدمه بقى دلوقتي، هقول له ايه؟ هعمل مثلا دبل ايه مثلا بيساوي ايه؟ input dot next double. ماشي يا شباب؟ يعني انت دلوقتي عملت سكانر تستقبل من اليوزر، يحطها في الايه، والايه يحطها فين؟ يبقى انا هستقبل من اليوزر، واليوزر ابعتها للكونستراكتور، والكونستراكتور يحطها فين يا شباب؟ هنا ها؟ والكونستراكتور يحطها فين؟ احطها لك في الراديوس. واصله؟ مفهومه؟ طب شغل كده البرنامج. هو واقف دلوقتي، واقف ايه؟ عشان كده لازم قبل السكانر يا ريت تحط له رساله عشان ما يطلعش يقف كده ونفضل مستنيين. هو عاوز ايه؟ هو مستني منك الانبوت، تدي له مثلا 5. لازم تخلي البرنامج بتاعك يبقى فيه رسائل، يعني المفروض الافضل انك تخليه رساله في الاول. تمام؟ طب ممكن بدل ما اعمل كده انا ممكن اخد الجزء ده كده خالص. دي طريقة تانية. أخش جوه الدايرة أصلاً وأعمل ميثود، وده الأفضل يعني، أعمل ميثود إيه؟ تستقبل، وليكن فويد مش هترجع حاجة اسمها ريد. ماشي؟ هسميها كده فويد ريد. هحط جواها بقى الكود ده. هو بيقول لك هعمل لك امبورت، قول له اه، ما انت لازم تعملها هنا امبورت هنا، هناك بقى ما لهاش لها لازمه في المين، المفروض تعمل له امبورت هنا. طيب بس انا مش عايز احطها في الدبل ار، هحطها في مين على طول بقى؟ في الريديوس على طول اللي هو ده. يعني انا هاخد من السكرا واحط على طول فين؟ مش لسه هبعتها للكونستراكتور والكونستراكتور يبعتها لي. دي صح ودي صح، بس دي ايه؟ اسلوب مختلف. بس الافضل بقى يا ريت بقى نطلع ايه؟ بدل ما احنا عمالين نعمل كده نطلع الافضل ايه يا شباب؟ سيستم، نطلع رسالة في الأول دوت أوت دوت برنت لين، نقول له مثلا إيه؟ إنتر ريد. واصلة؟ يبقى أنت دلوقتي الدالة دي ميزتها إيه؟ إن هي عملت السكانر وهتستقبل القيمة تحطها في الريدياس، بس هتشتغل كده يعني لو جيت شغلت يا شباب هيستقبل القيمة كده؟ ليه؟ يا شباب انا شغلت اهو ده طلع قيمه على طول، ما استقبلش القيمه ليه؟ هو انت كده انت قلت في داله اسمها ريد، بس انت ما عملتلهاش كل في المين. فتيجي في المين اهو انت عامل ايه في المين؟ انت بعت له قيمه في مين؟ في الكونستراكتور، حط القيمه 2 هناك واستدات الاريا اشتغلت. ايه لا انا مش عاوز ياخد قيمه دلوقتي، انا عاوز يعمل ايه؟ او حتى تدي له قيمه ديفولت ما فيش مشكله، بس انا عاوز استقبل القيمه بقى الجديده. هستقبل القيمه ازاي؟ تقول له سي دوت ايه؟ بدل ما تقول له ريدياس بيساوي، انت ممكن تعمل ايه؟ دوت ريد. ايه اللي هيحصل بقى؟ ريد هيروح يستدعي الداله دي. ريد تعمل ايه؟ هناك هتعمل سكانر وتدخل القيمه تروح حاطه فين؟ في الريدياس. واصل الاوبشن ده؟ فتيجي دلوقتي انت عملت اوبجكت وعملت ريفرنس لو، بعدين بتقول له اعمل لي بقى ريد، فاستدعي ريد. ريد هتعمل ايه؟ تاخد القيمه تحطها في الريدياس وبعدين يستدعي الاريا. فتيجي تشغل بقى، بص اللي هيحصل ايه؟ هو استدعى ريد، فريد اول حاجه فيها ها نرجع تاني لها، ريد اول حاجه طلع ايه؟ انتر الايه؟ الريدياس.
هيجي يستدعي الريدس فيعمل ايه؟ ادي له قيمه وليكن 10 ويدي له انتر، فايه اللي يحصل؟ مفهومه؟ طب بس ادي الفكره، ممكن تعمل اكتر من اوبجكت بقى وتعمل ريد له. ممكن بقى لو انت مش عاوز تحط القيمه هنا، ها طب انا مش عاوز احط القيمه هنا في الكونستراكت، هيديك ايرور، هيعمل ايه بقى؟ المفروض تيجي بقى في الكلاس وعاوز تعمل التو اوبشن، ان انا ممكن ابعت لها قيمه او ممكن ما ابعتلهاش. خلاص اعمل انت الديفولت كونستراكتور بقى، لان الجافا مش هتعمله دلوقتي. لو انت عملت كونستراكتور الجافا ما بتعملكش انت الكونستراكتور، فانا هعمل كونستراكتور فاضي. لو سبته كده فاضي صح هيحط في الريديس هو ايه؟ صفر. هيحط ما هيحط ما فيش ما سيركل سي كابيتال، معلش سي كابيتال ماشي، لازم تبقى اسم نفس اسم الكلاس بالظبط. هنا بقى من دلوقتي انا ما حطيتش فيه قيمه، فايه اللي هيحصل؟ هحطها بايه؟ بصفر. طب لو انا عاوز احط قيمه ثانيه خلاص ريديس مثلا بيساوي ادي له قيمه 1. هتلاقي بص انت مش محتاج تبعت له بقى قيمه، هو هحط له هنا ايه؟ القيمه الديفولت. يبقى في عندك تو كونستراكتور، كونستراكتور بياخد قيمه يحطها في الريديس، او بياخد ارجيومنت يعني من المين بتبعت له قيمه يحطها في الريديس وبعدين يحطها هنا، وده يا اما الديفولت. وعندك اوبشن كمان انك تعمل ريد، عندك الثلاثه اوبشن بقى براحتك انت بقى في المين براحتك، انت معاك الثلاثه اوبشن. حتى الايرور اللي كان هنا اتلغى اهو، الايرور اللي كان موجود هنا اتلغى دلوقتي. لما استدعي كده استدعي مين هو دلوقتي؟ يعني انت لو شلت الكود ده دلوقتي خالص اهو وشغلت، هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ هيحط الريديس بكام؟ ليه؟ لانه استدعي الكونستراكتور الفاضي، هو استدعى ده دلوقتي. طب لو انا حطيت له قيمه ده اوبشن تاني، انت حاطط ده كله الكونستراكتور لعبت فيه، المره دي يعمل ايه؟ اشتغل. بس ايه اللي هيحصل؟ انت بعت له ارجيومنت، بعت له هنا اسمه ارجيومنت، بعت له قيمه البارامتر، بعت له قيمه اسمها الارجيومنت، بعت له قيمه 2، هيستدعي مين؟ حط 2 هنا فطلع القيمه. وممكن معاك الاوبشن التالت بقى حطش قيمه مفيش مشكله، هيحط 1 بس بعد شويه تروح انت عامل ايه؟ عامل له ريد. فريد يحصل ايه دلوقتي؟ استدعي ريد. هو في الاول على فكره هيحط القيمه ايه؟ 1، بس انت قبل ما تطبع رحت قايل له ايه بقى؟ روح لريد. فريد يعمل ايه؟ يغير قيمه الريديس، هياخد من السكانر هيطلع الرساله دي وياخد منك القيمه ويحطها فين؟ فهيلغي الواحد. فلما نيجي نشغل هيكون واقف بقى مستني منك اهو قيمه وليكن 5، الخمسه هيحطها في الريديس وبعدين يطلع. واضحه بالمثال كده يا شباب؟ مفهومه؟ في حد عنده اي سؤال؟ مفهوم الجزء ده؟ تمام.